سعدك، السلام عليكم سيد الرئيس. شويه هلا هلا بالمتقاعدين، لان الراتب 450 ترى ما يكفي، يعني هم ورانا عوائل ورانا كليات، فهلا هلا بالمتقاعدين. يوفقك الله. زين، واحنا ترى خدمنا هالشعب هذا، يعني اعمارنا كلها فديناها هالبلد هذا. اي، فهلا هلا بالمتقاعد. القانون تقاعد الموحد، والقانون الموحد هلا هلا هم بيه. ما دا يصوتون عليه. نعم. اي والله، انا عندي 19 سنه طيران الجيش. اي طيران الجيش اللي داوم طيران الجيش. نعم. راتبي 495 وياي سلفه، يعني يسبالي 320، وين اخليها؟ بين مولده بين غاز وبين مريض، واحنا كنا مرضى ترى متقاعدين، ما بينا واحد صاحي ترى. احنا فدينا بلدنا، يعني بلدنا هذا كله احنا فدينا عمارنا بيه، فهلا هلا بيه. اي والله.